حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم. وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. هذه المرة نأخذكم إلى جمهورية مصر العربية، ومن هناك معنا عبر الإنترنت الشاعرة الأستاذة وفاء جلال. حيا الله أستاذة وفاء، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتكم، سعيدة جدا إن أنا أشترك معكم في البرنامج. أستاذة وفاء، في البداية وقبل أن نذهب إلى حديث الشعر والشعراء والقصائد الشعرية والكثير من الأسئلة والنقاشات، حبذا لو تحدثيننا قليلا عنك، عن منجزك العلمي، عن مسيرتك العملية، عما تحبين أن نتعرف إليه منك. تفضلي بقول ما تحبين، نحن نسمع. وفاء جلال، معي بكالوريوس اقتصاد منزلي ودراسات عليا اقتصاد منزلي. ارتبطت جدا بالتعليم، احب اللغه العربيه كثيرا. كنت اكتب في البدايه كتابات ليس لها معنى ولا ليست على اي بحر، فارشدني احد الاصدقاء لتعلم البحور العروضيه وتعلمت العروض. كتابتي باللغه العربيه الفصحى حديثه على البحور الشعريه. جميل. الحمد لله، يعني أنجزت تعلم البحور في حوالي شهرين. أنا أعمل معلمة في مدرسة ابتدائية، ومن حبي للغة العربية اختاروني أن أكون معلمة لغة عربية للصفوف الابتدائية. ما شاء الله ما شاء الله، نرجو لك تمام التوفيق إن شاء الله. تفضلي أكملي، نحن نسمعك. عضوة نادي أدب أشمون، وعضوة رابطة الزجالين وكتاب الأغاني، والمسؤول الإعلامي للرابطة، والمسؤول الإعلامي لنادي أدب أشمون. يا سلام، جميل الحمد جدا. لله، فزت في مسابقات عديدة، منها مسابقة بنت الحجاز، وأخذت من المحافظة مسابقات في المسابقات الثقافية. أخذت المركز الأول في مسابقة إقليم وسط غرب وسط الدلتا، أخذت الجائزة مرتين، ما شاء الله منهم المركز الأول لعام 2022. ما شاء الله ما شاء الله، يعني هذه سيرة ذاتية تبشر بخير، وكذلك تنبئ عن حلقة مميزة من حلقات بيت الله القصيد، يكرمك أستاذ طالما مصطفى. أنها سيرة ذاتية عطرة وذاخرة بالكثير من الإنجازات. لكن هذه الإنجازات لابد أنها كانت يعني رفيقة للكثير من المتاعب والضغوطات النفسية والعصبية والتعب الذي لازمك خلال فترة قيامك بهذه الإنجازات. كلمينا عن المعاناة، ربما الناس ينظرون إلى الشعر على أنه مثلا مجموعة من الإنجازات أو الجوائز أو المزايا التي حققها، ولكنهم يغفلون أو ربما لا يكتشفون ولا يستكشفون طبيعة المعاناة والألم الذي يرافق الشعر في هذه المسيرة وهذه الإنجازات. حقيقة الشاعر في كل قصيدة بيكتبها تكون جزء من روحه، سواء كانت قصيدة فيها فرح فيها حزن، كل قصيدة الشاعر بيكتبها بتكون جزء لا يتجزأ من روحه. كانت أكثر صعوبة قابلتني كانت تعلم العروض، لدرجة إني كنت أمسك بالشوك والملاعب أثناء الطف وأنكر بقى على نكرات البحور. يا سلام، هذه فكان طريقة أولادي جميلة. فكان أولادي يضحكون مما أفعل، وكانوا دائما يشتكون من صداع بسبب. هذا في مرة اعتراف جميل منك، وهذا أيضا يعزز فكرة أن الإنسان إذا أراد أن يحقق مطمحا معينا أو هدفا ما، فإنه يشق دربه بأبسط السبل والإمكانات المتاحة. ربما هذا الأمر الذي أطلعتنا عليه ظاهره فيه الفكاهة، لكن في عمقه الكثير من التعب والسهر والجد والاجتهاد. وكذلك الحال يكون مع كل قصيدة يكتبها الشاعر، فالقصيدة بنت اللحظة التي تكتب فيها. إلى أولى القصائد التي تودين أن نسمعها منك أستاذة وفاء،
اقرأي علينا، تفضلي، نحن نسمعك. قصيدة، القصيدة الأولى بعنوان ديوان الأول كانت للعاشقين رؤى. أنا عندي ديوانين للعاشقين رؤى وطقوس الحب، جميل، فهبدأ بقصيدتي للعاشقين رؤى. تفضلي. شمس القصيد روت من حسنها الأفق، واستيقظ البدر بالأنوار وأتلقى بين النجوم عيون الليل ساهرة، تهدي الحياة لصب يدمن الغسق، للعاشقين بمحراب الجمال رؤى، في هدأة الليل سحرا حسنها نطقا، يستعذب اللحن يستعذب اللحن لو تجدو عناذله، يقطر الحب طهرا ضوع العبقا. يا سلام. بعض الظلام بجوف الليل مطرقة، لمن دنا من شهاب العشق فاحترقا، ونقطة التيه في أميال غربته ناءت بمركزها مزب التجى انزلقا، يا من تلظى وهذا الحزن يقطنه، أضغاث حلمك زادت خافقي قلقا، انهض ولا تنتحب في رعدة وأسى، واركل خؤونا لميثاق الهوى خرقا، النار مهما تعالت شانها عدم، والصبر كأس يداوي ساهدا أرقا، فاصنع لليلك تيجانا لآلئها نورا بقلب لضوء الفجر قد سبقا. يا سلام، ما أجمل هذا النور الذي يسبق ضوء الفجر حينما يتغلغل في القلوب المحبة، القلوب التي تنتمي إلى فكرتها ولا تتخلى عنها. عن مهمة الشاعر لو أردت أن تلخصيها بعبارات، ماذا عساك قائلة أستاذة وفاء؟ أنا أرى أن الشاعر مخلوق جميل يحلق في الآفاق، والشاعر هو مهمته الشعور بكل من حوله. الشاعر يرى الدنيا بنظرة غير نظرة الناس العاديين. نعم. لأن الشاعر حساس بطبيعته. صحيح. عنده رؤية خيالية، كل الأمور عنده لها مقياس غير مقاييس الناس العاديين. صحيح، هذا كلام صحيح. فالشاعر شاعر بهموم أمته، معلم، وإن كان هو ليس مؤرخ، إن كان مؤرخا يكتب الأحداث، فهو ليس عليه تأريخ الأحداث بالصورة التاريخية اللي احنا التي نراها أمامنا، إنما بيلخصها بصورة جميلة، بينفعل بكل حاجة بيشوفها أمامه. طيب، عن فكرة القصيدة الأنثى، وربما كنت ضد هذا المصطلح ولست معه أستاذة وفاء، يعني هناك من يقول هناك قصيدة يكتبها شاعر وهناك قصيدة تكتبها شاعرة، أم أنك ترين أن القصيدة هي القصيدة التي تفرض ذاتها بغض النظر عن جنس كاتبها؟ القصيدة أيا كان كتبها رجل أم كتبتها أنثى فهي قصيدة، بجمالها بصورها الجميلة ببلاغتها بألفاظها بروح الشعر اللي موجود فيها، بدليل ان نزار كتب قصائد جميلة جدا عن الأنثى، أظن ان ناس كتيرة من النساء ما توصلوش للوصف اللي نزار وصفه للأنثى وعلى لسان الأنثى. صحيح. وفي كثير من النساء يكتبن بلسان الرجل، وفي الغالب المعظم يكتب بلسان الرجال. صحيح، أحسنت، وهذا موجود، لكن إذا ما أردنا أن نتحدث عن فكرة التناحر لا التكامل، هل ترين أنها تخدم المشهد الشعري وتخدم التجربة الشعرية، أم أنها لا تضيف لا للشاعر ولا للشاعرة؟ فكرة السجالات التي تحصل والتناحر وعدم التكامل، وفكرة النظر للشاعرة على أنها أقل شأنا من الشاعر، حدثينا عن هذه الصورة النمطية التي للأسف
أحيانا تتغلغل وتنتشر، وربما هي موجودة بالفعل وبكثرة. بالنسبة للمجتمع العربي عموما بيرفض فكرة المرأة الشاعرة، لأن أحيانا الشاعرة بتعبر عن مشاعرها، فالحياء بيمنع إن هي تكتب. أنا من رأيي إن المرأة الشاعرة بتعبر عن بنات جنسها، وبتعبر عن أوجاع أو أفراح اتخذتها بعض النساء كوسيلة للتفريج عن نفسها، يا بتكتب سلام، بلسان بنات جيلها، لأن بعض النساء يكتبن الرسائل ويلقينها تحت الوسائد مخبأة. الشاعرة بتعبر عن صحيح. إحساس بنات جيلها، وما فيش مانع إن البنت تقتحم كل المجالات. إيه المشكلة إن هي تقتحم كل المجالات وتعبر عن كل حاجة؟ لا نعارض هذا ولسنا ضده أستاذة وفاء أكيد، ولكن لابد من وجود بعض العناصر التي تميز القصيدة التي تكتبها المرأة عن القصيدة الأخرى التي ربما يكتبها الرجل. دائما قصيدة الشاعرة تتميز بأن فيها عناصر تحضر ربما نفتقدها في قصيدة الشاعر، ومن أبرز هذه العناصر ما ستحدثنا عنه أستاذة وفاء الآن، العناصر التي يجب أن تكون حاضرة في نصك على وجه التحديد مثلا ولا تتنازلين عنها. أولا الشعر يكون ليس معدا له، يعني القصيدة المعدة لها أنا بعتبر أن هي مفتعلة. نحن متفقان على ذلك، أنا لا أختلف معك على فكرة أن لا يكون الشعر متصنعا وأن القصيدة تأتي طوعا، أنا أتفق معك بهذا، نعم، لكن لابد من وجود بعض العناصر، بعض التلميحات التي تثبت أن كاتبها أو كاتبتها إنما هي صاحبة موقف، صاحبة توجه، صاحبة قيمة روحية عالية، صاحبة أخلاق لا تنازل عنها، أم أن الأمر أكيد. متروك على عوائنه ومفتوح الأبواب؟ لا 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 طبعا، القصيدة الأنثوية لها حدود. بعض الكلمات في قصيدة الأنثى أنا برفض وضعها في قصيدتي، حتى لو كانت هي آخر كلمات هحطها في القصيدة. لا يعني بعض الألفاظ الجريئة لا أحبذ وضعها في هل قصيدة الرفض هنا الأنثى. سببه قناعة ذاتية حقيقية أنت تؤمنين بها، أم سببها فكرة الرفض المجتمع؟ لا لا أبدا، هي فكرة، هي أنت من يقيم نفسك إذن؟ شعور نابع من داخلي، يا لأني سلام، أخلاقي وديني ما يسمحليش، أحسنتِ. أخلاقي وديني لا يسمح إني أكتب ألفاظ جريئة تجذب نظر الرجال، أو إن حد يقول إن الشاعرة ديت بتتكلم كلام أحسنت، مش ما يليقش بالمجتمع الشرقي. الدين إذن لا يقيد الشاعرة باعتقادك، الدين ليس لا عائقا أبدا، أمام الشاعرة وأمام تجربتها وأمام إنتاجها الأدبي. لا لا أبدا. الخنساء كانت تكتب الشعر، يا سلام، وكان الرسول يقول للخنساء ويأمرها أن تلقي عليهم الشعر. نعم، الشعر موهبة جميلة من عند ربنا. الدين عمره ما كان مانع. النساء يكتبن في حب الرسول، بيكتبن في حب الله، بيكتبن في القيم والأخلاق، في يا تعليم سلام، المجتمع. الدين عمره ما كان عائق لأي قيمة سامية أو قيمة عالية. والشعر طبعا من أسمى القيم، ومن أجمل المشاعر اللي بتوصل الفكرة بسهولة للناس. أحسنت أحسنت أستاذة وفاء، متواصلون معك ولا شك مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت من جمهورية مصر العربية الشاعرة المتميزة حقا الأستاذة وفاء جلال. أهلا بك سيدة وفاء،
الشاعرة المتميزة، الشاعرة التي لا تتخلى لا عن القيم ولا عن الأخلاق ولا عن المبادئ، وإنما هي أسلحتها الناعمة والقوية كذلك في تجربتها الشعرية الواسعة والمستمرة. إلى قصيدة جديدة، اقرأي علينا من جديد ما تحبين أن نسمعها. عندي قصيدة عن النيل بعنوان سليل الكرامة. خذينا إلى النيل إذن، تفضلي. أطلق حنانك واروينا يا نيل، فحنين قلبي في هواك يطول. يا سلام. وهناك في ظل النخيل خصوبة يحلو بها التزيين والتجميل، في ضفتيك يهيم قلبي مغرما، في ضفتيك يهيم قلبي مغرما ظمئ. فقل لي هل لديك سبيل؟ لك في الصفاء تميز وتفرد، ما جاد مثلك هل يفيض بديل؟ إني لأغبط روضة قبلتها، إني لأغبط روضة قبلتها، مذ أن أتاها ريقك المعسول. لما بدا من طمي أرضك كحلها، طارت عروسا مذ حباها النيل. قد حير الزراع سر جمالها، إذ كيف يزهو زرعها ويطول. كيف الصحاري الجدب تصبح جنة، تالله إنك بالنعيم كفيل. عرف القدامى كم تفيض بعزة، تأتي فتنعم بالحياة حقول. قد بجلوك وأعلنوك إلههم، عذرا لهم لم يأتهم تنزيل. واليوم يؤذيك الجهول ملوثا، يأتي بما لم تحترمه عقول. وأراك دوما للمكارم مانحا، وكأنها أصل لديك أصيل. فعلى الجنوب نرى الجمال بنهرنا، أسوان تحكي والوجوه دليل. والجود من دمياط يأتي طيعا، فإذا رشيد بما تجود يسيل. يا سلام. ويعانق الفرعان دلتا أرضنا، إذ في ثراها كم حل التقبيل. فتذوب أعماق القلوب بحسنه، فهو الحبيب وللإباء سليل. يا سلام يا سلام، لا فض فوك أستاذة وفاء، أحسنت بهذه القصيدة التي تنتمي إلى طين وغيطان مصر ولا تنسلخ عنها. وهكذا يكون الشاعر صورة وسيرة، يكون منتميا إلى الأرض التي انحدر منها وإلى محتده الأصلي. إذا ما أردنا أن نتحدث عن فكرة ولزومية أن يعبر الشاعر بلغته الشعرية عن عناصر بيئته، أن يحترم هذا التراث، أن يوثقه في شعره من أجل الأجيال القادمة، أن يباهي به ويتباهى فيه ويعتز، ماذا يمكن أن نقول في مثل هذا الموضوع؟ الشاعر ابن بيئته، كل شاعر بيتأثر بالبيئة الموجود فيها، فالبيئة هي اللي بتصنع الملامح الأساسية في شخصية الإنسان، والنشأة اللي نشأها الإنسان في البيئة بتعبر، بتعطيه المفردات، البيئة بتعطيه القيم، البيئة بتعطيه الأخلاق، البيئة بتمنح الإنسان كثيرا من سماته الشخصية. فالإنسان كل شاعر في جزء من قصيده أو في كل قصيدة تقريبا كلمة بتعبر عن البيئة الموجود فيها. الحمد لله نشأت في بيئة ريفية، وإن كنت بعيدة عن الريف يعني. ما شاء الله عليك يا أستاذة وفاء، ما شاء الله عليك. هذا السؤال ربما يقودني إلى سؤال آخر وأنت تعرفينه أيضا، هل الأخلاق سجن أم درع حماية، أم أنه يتجاوز هذا وتلك؟ عن الأخلاق الحديث. الأخلاق طبعا درع حماية، ليس شرطا للمرأة وإنما للشباب، للرجل، للأطفال. الأخلاق كنز، وإذا الإنسان حافظ على أخلاقه
إن شاء الله، وربنا عمره ما يتخلى عنه، ودايما دايما الإنسان صاحب الخلق بيكون له بصمة في العالم من حوله، ليه نعم تأثير إيجابي في كل الناس أكيد يعني، وخصوصا إذا كان الإنسان يعني كاتب للشعر، فبيكون للأخلاق نصيب كبير في إبداعه. أحسنت أحسنت أستاذة وفاء. أنا وصدق كمان الشاعر المصري الذي قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقهم فإن ما هم بقيت، ذهبت إن هم ذهبت أخلاقهم أخلاقهم ذهبوا، ذهبوا. لكننا لن نذهب أخلاقنا، بل نحن متشبثون متمسكون فيها. لكننا الآن سنذهب إلى قصيدة جديدة منك ومن إلقائك الحسن، ولك أن تختاري القصيدة من أي ديوانيك المتوفرين بين يديك وتقرأي علينا، تفضلي. قصيدة رومانسية، قصيدة اقرأي ما اجتماعية. تحبين، لا نفرض عليك شيئا، تفضلي أستاذة. حاضر. حظي من الحب يا توأم الروح والأنسام والبدن، من شهقة الروح أبديها على العلني، كل القصائد من عينيك مبدأها، في غير دربك لم تسكن ولم تلني، قلبي يحن لأحلام الصبا شغفا، يا جدول الماء من أرداك بالأسن، هل كنت مثلي حليما قض مضجعه جدب المنابع أم تشكو من الإحن، إياك أهدي حنينا طاف في خلدي، كم هدهد الروح قبل الضلع والبدن، إذ قرح البعد أجفاني وآلمها، من ريح عصف أتت بالبغي والفتن، سعيا سعيا إلى الوصل كم ذقنا تمزقنا، واستأثر القلب بالأنات والوهن، تساقط العمر في الترحال وانتفضت أحلام صب غفا في كبوة الزمن، حظي من القرب سؤر لا أعيش به، والحب غال ولا يعطى لممتهني، فاكتب من النور ميثاقا يوحدنا، جاشت به شرع الأشواق للسكن، اليوم فاضت ينابيع الهوى نهرا، مذ قضب القلب عشق قالي الشجن، مثل الطيور إذا تشدو عنادلها في دارة الصبح في سعد على فنني، سأرتدي النور لا ليل يؤرقني، إذ أصطفيك حبيبا اسمه وطني. يا سلام. وأصطفيك، أو إذ أصطفيك حبيبا اسمه وطني، اسمه وأنعم وطني. بالوطني من حبيب. أحسنت أستاذة وفاء جلال، الشاعرة المصرية المتميزة. هذه القفلة عن حب الوطن الذي تصطفينه حبيبا لك وهو حبيب الجميع، هذه القفلة ربما تقودنا إلى سؤال من نوع آخر: محفزات الإبداع الخاصة بالأستاذة وفاء، ما الذي يمكن أن يحفزك على الكتابة؟ حدثينا عن طقوسك الخاصة. كل شاعر له طقوسه، هناك من يقول القهوة، هناك من يقول السيجارة، وهناك من ينفي هذه وتلك، وهناك من يرى أن بواعث ومحفزات الإبداع تتجاوز المحسوسات، تفضلي. أجمل قصيدة أو أجمل وقت أكتب به هو الوقت الذي أقضيه في طبيعة، يا عندما سلام. أنظر إلى السماء، السماء عندي تمثل أشياء كثيرة، أحب النظر للسماء جدا، عند التأثر بموقف، عندما أرى صورة تستفزني إلى الكتابة، عندما أقرأ بيتا أو قصيدة لشاعر تحركني للكتابة، بعض القصائد تكون تأثر بكتابة أحدهم، نعم أو تأثر بموقف مر أمامي، أو
أو قصيدة يطلبها مني تلاميذي في المدرسة. نعم. هناك من يقول أستاذ وفاء أن الشاعر الحقيقي أو الشاعر الذي يريد أن ينقش اسمه ويميز تجربته عليه أن يكون طماعاً، هل هذا حقيقي؟ والطمع المراد به هنا أي الطمع بالأفكار الجديدة والنصوص الجديدة كذلك. أعتقد أن أي شاعر عنده نرجسية في حب القصيدة، نعم، طماع بطبعه في نهمه للقراءة، في دايما دايما الشاعر بيحب يطلع يستمع إلى المزيد من القصائد، إن كان دايما الشاعر لما القراءة بتزيد من معلوماته فهو طماع. الشعر ليس منه شبع، الشعر يعني أعتقد أنه الطمع في الشعر شيء مستحب. الطمع في الشعر شيء مستحب، والشعر لا يمل ولا نشبع منه، وكذلك نحن لم نشبع من قصائدك العذبة. أعطنا قصيدة جديدة واقرأي علينا ما تحبين أن نسمعه أستاذة وفاء، تفضلي، كلنا شوق لجديدك. قصيدة اصدح بعلمك. تفضلي. ثواني، حاضر، ثانية. نحن في انتظار الشاعرة، ولا بد أن القصيدة أصبحت متاحة الآن، لا بأس، اقرأي حاضر. المتوفرة بين يديك، تفضلي أستاذة وفاء. حاضر. اصنع لمجدك بالسمو مثالا، وخذ المبادئ تصلح الأحوال، اصدح بعلمك مؤمنا ومفاخرا، إن المعلم يصنع الأجيال ويورث الإرث الذي لا ينتهي، هل قيل عقل قد يساوي المال؟ يا سلام. هذا المعلم يحتويك بفضله ويبث نورا بالعقول تلالا، يا كل من رام العروق يا كل من رام العلوم ودربها، قد صال حبك في الجميع وجالا، يا حاملا هدي الكرام رسالة، افتح بعلمك والهدى الأقفالا، واحذف فصول الجهل من سنواتنا، فالعلم يعدل عقلنا إمالا، يا من بنيت من الحروف مبادئا صارت بعقل صغارنا شلالا، يا سلام، فغدا الصغير مغردا في فصله بين الرفاق وأهله مختالا، يتلو كلام الله في قرآنه، من جود علمك يستزيد كمالا، فمن القلوب تحية رقراقة، يا من صنعت من الصغار رجالا. يا من صنعت من الصغار رجالا، ما أجملها من رسالة وفاء من السيدة الشاعرة وفاء جلال إلى المعلم، وأنت المعلمة. سنتوقف قليلا بعد هذه اللمسة الطيبة منك وهذه القصيدة العذبة، سنتوقف قليلا عند فاصل قصير أعزائنا المشاهدين، وبعده نواصل ما تبقى من حلقتنا. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم ضيفتنا عبر الإنترنت معنا من جمهورية مصر العربية المعلمة، وكذلك هي الشاعرة المجيدة الأستاذة وفاء جلال. أهلا بك أستاذة وفاء من جديد. أهلا بحضرتك أستاذة وفاء. سأطرح عليك خمسة مفردات، خمسة أو خمس كلمات، أريد منك أن تعطيني بسطر أو أقل تعريفا جديدا لهذه المفردات، دون أو بعيدا عن التعريفات المشهورة والمتداولة ما بين الناس. عرف المفردة انطلاقا من تجربتك الذاتية، انطلاقا من مشاعرك الخاصة لا أكثر. التراب. التراب إرث الشعوب.
قصة الصدى الشعوب. الصدى الصدى رنين، رنين المشاعر، رنين الصباح المشاعر. الصباح جمال، الصباح جمال، طبيعة، نشاط ويقظة. السماء السماء تحليق، إبداع. السماء ارتباط بالله. يا سلام يا سلام، ما أجملها من إجابة. والمفردة الأخيرة فرضت ذاتها علي بما أنك معلمة، السبورة. السبورة هي الشاشة التي تربط بين التلميذ وأستاذه، وسيلة داعمة مشجعة للتلميذ، داعمة للمعلم. مشجعة للتلميذ، داعمة للمعلم. أحسنت بهذه الإجابات، وهي فعلا إجابات موقوفة عليك، وحقوق نقلها لا ينبغي أن يكون إلا من خلالك، فهي إجابات تمثلك ومطبوعة باسمك ومنطلقة من تجربتك. أحسنت أستاذة وفاء، خذينا إلى قصيدة جديدة قبل أن نذهب إلى نقاش من نوع آخر. خذينا إلى قصيدة، تفضلي. قصيدة أمنيات مرهقة. نعم. بيني وبينك أمنيات مرهقة، تأبى انتحارا في الشفاه المغلقة. مصلوبة هذه الحروف ومن يعي، واجعل مشاعري لو تئن معلقة. يا سلام. ما بين الضادي وبينك مرفأ، تبغيه نفس من بعادك محرقة. فلكن أتيتك قاصدا وتردني، قاوي الوفاض معلقا في مشنقة. أو كلما أشتاق وصلك تشتهي، تجني وتلقيني بذات الشرنقة. أو كلما أشتاق وصلك، من جديد، أو كلما أشتاق وصلك. أو كلما أشتاق وصلك تشتهي، تجني وتلقيني بذات الشرنقة. يا سلام. الناس حولي قد يرون بشاشتي وضلوع صدري كالسفين المغرقة. حبري على أرض البوار نثرته، حبري على أرض البوار نثرته، فإذا به جدب أتى بالتفرقة، ويدق في قلبي أسافين النوى. يا شعر كم دثرتني، أين الثقة؟ أنا مستهام في هواك وعلتي، عشق الحسان من الحروف الشيقة. من ذا يضمد في البعاد قريحتي؟ قل أين سعدي من هواك لأسرقة. فلترحم الصب الذي عشق القصيدة، وفي سمائك بالمحبة أطلق. يا سلام يا سلام، ما أجملها من قصيدة أستاذة وفاء. لا فض أفوك ولا عاش شانئوك. يعني الشاعر يقولون إنه نتاج تجربته وإبداعاته، وكذلك نتاج التحرك والتعب والكثير من الطموحات. كل منا من حقه أن يحلم، من حقه أن يبحث عن ذاته، من حقه أن يتطلع إلى تحقيق الأفضل دائما في تجربته ومشواره الأدبي والشعري. كلمينا عن المطمح أو التطلع الذاتي للأستاذة وفاء حبذا في هذه السنة، تفضلي. حقيقة ليس لدي طموح شخصي، كل طموحي لنادي أدب أشبون الذي أنتمي له. يا سلام. أن يرقى ويرتقي ويكون في أعلى الأماكن إن شاء الله. وهذه رسالة من أستاذي ومعلمي أستاذ محمد المخزنجي رحمة الله عليه، كان دوما يقول لي إن شاء الله على يديك وعلى يد المحترمين أمثالك سيرتفع نادي الأدب بمشيئة الله. أحسنت كثيرا أستاذة وفاء. هناك وإن كانوا قلة، إلا أن هناك من يؤمنون بأهمية العمل الجمعي إذا كان جماعيا،
وكذلك يحقق الإنسان ذاته حينما ينجح وهو منصهر في مجموعة يعمل من خلال فريق، فإنه أيضا ينجح نجاحين، نجاح مجموعته والنجاح الذاتي. فأنت هنا في بتمنياتك للنادي الذي تمثلينه أو النادي الذي أنت جزء منه، بهذه التمنيات الطيبة ينجح النادي وكذلك تنجحين أنت، لكن هذا يعكس فكرة أنك شخص يحب العمل الجماعي ويغلب الجماعة على مصلحة الفرد. أحسنت أستاذة، وليت الكثيرين يتخلقون بمثل هذه الأخلاق الطيبة فعلا لا قولا فقط. خذينا إلى قصيدة جديدة من قصائدك المفضلة لديك، ومن القصائد التي ينبغي ألا تفوت مثل هذه الفرصة دون إلقائها، تفضلي. شذ القصيدة، قصائدنا بدمع القلب تروى، فينبت بذرها حب الحصيد، فلا تعجب إذا صنعت قواف بروجا من سنى المجد التليدي. يا سلام. حروف الشعر كم صنعت رجالا، أولي عزم ذوي عقل رشيد، فإن رضخت سطور الشعر قهرا فنحن الباحثون عن الجديد، ونحن الخيرون إذا تعامى جهول لا يرى حسنا بجيدي. لجنات المعارف كم عرجنا، وكنا فرحة في كل عيد، ولا كنا لخلف الوعد أهلا وإن كانت بذي عيش رغيد، وطفنا في البلاد بلا انتقال وجئنا نقتفي أثر القصيد، تتلمذنا بجامعة المعاني وزغردت النجوم لدى العميد، فمن يهوى العلوم أتته سعيا فكن نهما تسلح بالمزيد، وأطلق من عباب الحرف فجرا جميل البوح جميل البوح جميل البوح فتان النشيد. بورك فيك وبورك بهذه الأفكار الوضاءة النيرة أستاذة وفاء. عن الشعر السؤال هذه المرة، ما الذي تريدينه على وجه التحديد من الشعر ومن القصيدة؟ ما الذي تبحثين عنه؟ ما الذي تريدينه؟ المراد من الشعر على المستوى الذاتي. الشعر بالنسبة لي بوح خروج تحليق للمدى الواسع. هذا القول عرفناه أستاذة، عرفناه أستاذة وفاء. ماذا تريدين من الشعر أنت؟ ربما يقول قائل، أنت صاحبة مشروع، ما زلت تكتبين، ما الباعث، ما الدافع، ما الذي تريدينه؟ سر هذه العلاقة بينك وبين القصيدة، ما الذي تريدينه بالضبط؟ ما بيني وبين القصيدة حب كبير، قد تتخلى عني أحيانا، سبب لي بعض الألم، وقد تتخلى عني الكتابة، فما بيني وبين القصيدة حب كبير لا يمكن وصفه. الإنسان إذا أحب شيئا تمها فيه. طيب خلينا نعكس السؤال وبالتالي نحصل على إجابة مختلفة. ما الذي تريده الشاعرة وفاء جلال من الشعر بصراحة؟ من الشعر شخصيا، الشعر بيمثل لي جزء كبير جدا في حياتي. أنا لا أطمح في أي شو إعلامي أو أي شيء، أنا كل ما أطمح فيه رفعة القصيدة. يا سلام. أتمنى أن يتغنى أطفالي في المدرسة باللغة العربية الفصحى، وأحيانا أفعلها معهم وأقول لهم درسونا اليوم باللغة العربية، ولا أريد منكم سؤال كلام باللغة العربية، وهنا يتعثرون أحيانا ويظهر خفة دمهم
يا في سلام. هذا الوقت. يا سلام. نصيحة منك إلى الشاعرات والشعراء بشكل عام عن فكرة التشبث بالقيمة، بالمبدأ، بالأخلاق الحميدة، حتى تظل القصيدة بوجهها المشرق غير مشوهة ولا مغربة ولا غريبة عن أبناء موطنها. الرسالة التي ترسلينها إلى عموم الشعراء من أجل التشبث بالقيم والأخلاق. القصائد المكتوبة إن قد يموت الإنسان وتبقى قصائده إرثا على مدى الزمن. نعم. فالإنسان لابد أن تكون قصائده لا حسب عليها بعد موته. يا سلام. فكل قيمة غرستها أو غرست وجدت في قصيدة وعمل بها أحد الأطفال أو قرأها أحد وانتفع بها فتكون لك إرثا. كما أن القصائد الغزل الصريح والقصائد اللي بتلفت الانتباه زيادة عن اللزوم، أحسنتي، وإن كانت روادها قليلون يعني، نعم، فهي يعني لن تدوم، هي ليست مستمرة، لن يكتب لها الخلد، وإنما لن يكتب الخلد إلا للقصيدة الرصينة التي تنتمي إلى طين أهلها ولا تنفصل عن أخلاقهم، وإنما تشجع على التشبث بها والتمسك فيها. أكيد. أحسنت يا أستاذة. إلى القصيدة الختامية، الوقت انقضى سريعا، اقرأي علينا القصيدة الأخيرة في هذه الحلقة. أنا حافظة منها، هي قصيدة حديثة. نعم. تأثرت بكتابات شاعر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. روحي إليه، روحي إليه على المدى مشتاقة، وعيون قلبي للقى سواقة. يا سلام. ويشدني حب يهدهد خاطري، يجتث من جذر الأنا أعماقة. من جديد، من جديد أستاذة وفاء، من البداية تفضلي، أعيدي علينا النص من البداية. روحي إليه على المدى مشتاقة، وعيون قلبي للقى سواقة، ويشدني حب يهدهد خاطري، يجتث من جذر الأنا أعماق. بالله شعوري رأيتني مجدوهة نحو الحبيب وأرتجي ميثاقة. بالغار قيل اقرأ ولست بقارئ، والعلم دونك فلكه مغراقة. حسان ما كذبت عرائسه التي ظلت بمدح محمد براقة. يا سلام. لم تبن عشا يا حمام، وإنما ثورا فأعمى للدجى أحداقة. من جديد. حسان ما كذبت عرائسه التي ظلت بمدح محمد براقة. جميل جدا. حسان ما كذبت عرائسه التي ظلت بمدح محمد براقة. والجزع في جزع يزيد نحيبه، إذ قال دمعا لا أطيق فراقه. كم ذاق خير الأنبياء من الأسى، تبا لمن أدنى لأحمد ساقه. خرج الحبيب لأهل طائف داعيا. يا سلام. خرج الحبيب لأهل طائف داعيا، تبا لمن أدنى لأحمد ساقه. فيردد الهادي البشير دعاءه، وإلى السماء موجها أحداقه. ليبث هما بالفؤاد أصابه. يا سلام يا سلام يا سلام. جميلة جميلة هذه الأبيات. قصيدة حديثة لا بأس. لم تتم حفظها. لا بأس بها، عسى أن تكون الفرص قادمة وتعيدي علينا قراءة هذه القصيدة غيبا أو حضوريا في استوديوهات الرافدين.
لا بأس. قبل الختام رسالة إلى وطن يحبك وتحبينه، إلى مصر التي تنتمين إلى طينها، إلى هوائها ومائها وأفيائها وأهلها الطيبين. أمنيتك لأجل مصر التي تحبين وتنتمين إليها، ماذا تقولين؟ أتمنى لمصر دوما الأمن والسلام، أتمنى لمصر أن تكون كما قال عنها الله، ادخلوها آمنين، يا سلام، ادخلوها بسلام آمنين. نسأل الله السلامة والأمانة لمصر وكل أوطاننا والإنسانية مجتمعة وكل من يحب الخير لأخيه الإنسان. السؤال الأخير، وهو ليس بأمنية وإنما ربما كان فيه الكثير من المشقة لشاعرة لا تزال تبحث عن ذاتها رغم إنجازاتها الكبيرة، رسالة إلى قصيدة متمنعة أو قصيدة لم تأتي بعد، ماذا تقولين في ختام هذه الحلقة؟ دائما القصائد متمنعة، يعني هي القصيدة التي لم تأتي بعد هي أجمل قصيدة، يا سلام. أجمل قصيدة، لأن روح الشاعر دوما تطمح للمزيد، فالقصيدة التي لم تأتي بعد هي أجمل قصيدة. أرجو أن تأتي إليك من كل فج عميق، وأن يفتح الله عليك فتوح العارفين شعرا ودينا وتقوى وخلقا وإيمانا وكذلك مجازا وبيانا. الأستاذة وفاء جلال الشعر المصرية المبدعة حقا، انقضى الوقت سريعا، ماذا تقولين في الختام؟ أشكر الشاعر المتميز أستاذ مصطفى مطر، وأشكر العاملين بقناة الرافدين، حفظك الله. أتمنى أن أكون أو قد كنت عند حسن ظنكم. أنت دائما عند حسن الظن. شكرا لدعمكم للغة العربية، شكرا لدعمكم للشعراء، أظنكم خير من يمثل الشعر العربي الفصيح. شكرا، الله يكرمك. شكرا جزيلا لك، ونحن بدورنا نشكرك على تشريفك لنا، ونرجو للحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار هذا اللقاء الجميل ولكن بشكل مباشر هنا في استوديوهات الرافدين. شكرا لك الشاعرة وفاء جلال من جمهورية مصر العربية. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، دائما كونوا بشعر وسعادة، ودائما كونوا برعاية الله وأمانه وحفظه. إلى اللقاء.